يا اهلا وسهلا. طيب يا اخوان، حاليا الدنيا ليل، ساعة تقريبا حاليا بالسبعة ضبط بالليل، بس مثل ما تشوفون ظلمة. راح ننزل مدينة كيل، منها 5 كيلو، نروح هناك نشوف الاجواء بالليل والفاينخت سماركت. اوكي، هذا السوق اللي صورنا به المرة الماضية بهامبورغ، بس كان بالنهار، حاليا راح نصوره بكيل لكن بالليل مو بالنهار. ننتظر القطار الى ان يجي، راح يجي حاليا القطار وبعدها ناخذه ونطلع الكيل، تقريبا من شي 10 دقائق بالقطار ونكمل تصوير هناك. وصلنا هذا الفاينخت سماركت. اوكي، بالليل طبعا احلى من النهار بهوايه، لكن بالنهار بهامبورغ يعني مو كلش حلو، بس بالليل حاليا بسبب الاضاءه والاشجار وهاي الامور يكون احلى هنا. فراح ناخذ جوله به هيك نفطر وبعدها نطلع. يبيعون اكل مطاعم وهاي الامور، يعني الكشكات اللي مسويها كلش حلوه. من الاشياء اللي يبيعوها اللي هي اكيد الذره بيض هاي، بهذا الجو البارد الذره بيض هاي حاره تصير خرافيه. بسم الله، راقي. طبعا هذا السوق حتى ملاعب هيك يعني مال اطفال موجوده به، فحلو هذا السوق مال يعني تمشي. اوكي، مثل هاي مال سيارات وهاي الاشياء، يعني اشياء بسيطه مخلين به من ضمن السوق، حتى اللي عنده اطفال يجيبهم هنا. عن زحمه الناس شيء مو طبيعي، مع العلم اليوم هو يوم خميس، اوكي؟ يعني مو عطله، باكر الجمعه دوام، بس راح يكون يوم السبت مثلا والاحد بعد زحمه اكثر للعالم هنا. بس للاسف هذا السوق ما يبقى، يعني خلوه هنا بس فتره يسموها الفاينختن، اللي هي نهايه راس السنه الى بدايه السنه الجديده، وبعدها هذا السوق تخيلوا كليته راح ينشال. تجي هنا ما راح تلقى اي شيء، هذا كليته ينشال خلال يمكن اسبوع او اقل من اسبوع وينتهي كليته هذا السوق، تخيلوا. وبعدها الى السنه الاخرى الشهر ال 15 11 تقريبا هيك يرجعون ينصبون هذا السوق من جديد ويبنوه. طيب يا اخوان، اما الان السؤال، هل المانيا بها عنصريه او لا؟ مثل ما قلنا قبل، كل دوله يعني بها يعني ناس خلينا نقول جيدين وناس سيئين، بس اليوم راح نتكلم عن المانيا بشكل خاص. العنصريه هنا بشكل خاص يعني تلقاها بشكل كلش كبير مقاطعات المانيا الشرقيه اللي كانت تابعه قبل المانيا الشرقيه، هاي المقاطعات تكثر بها العنصريه بشكل مو طبيعي، لذلك هناك حتى يعني شلون راح تلقى اجانب بشكل قليل، سواء عرب سواء اتراك او اجانب يعني غير المان، وهم اصلا غير مرحبين يعني ما يريدون اي اجانب هناك، لذلك اغلب العالم اللي تجي لالمانيا يبتعدون عن هاي المقاطعات، اللي هي يمكن تقريبا 6 مقاطعات. راح احط لكم الصوره مالتهن هنا او اسم هاي المقاطعات لحتى تعرفون شنو هاي المقاطعات اللي موجوده بها عنصريه بشكل كبير. اما المقاطعات الاخرى المانيا الغربيه يعني اكو عنصريه، ما اقول لكم ماكو، مرات تواجه يعني عنصريه، اوكي، سواء بالباص او بالقطار او بالشارع مثلا، اوكي، وبشكل خاص يجوز يواجهنا النسوان، خاصة إذا كانت محجبة مثلا أو عليها طابع إسلامي أو هذا الشيء، يعني اكو ناس يكرهون يعني هذا الشيء من يشوفون مرة محجبة أو مسلمة، أوكي، بس أنا عن نفسي أهلي مثلا، أنا هنا ويا أهلي ومحجبين وهذا الشيء، بس إلى الآن ما واجهوا موقف عنصري. أما بالعمل، أوكي، أنا اشتغلت في الألمان وحاليا همات قاعد أشتغل وياهم، إلى الآن ما واجهت شيء عنصري، بس اكو مرات يضوجوك بمواضيع. شنو دائما الالمان من تشتغل وياهم يحاولون خلينا نقول يجيبوك على مواضيع الدين، يدخلوك على المواضيع الدينيه، هو من بالهم شلون مثلا يطعنون بدينك، مثلا انا دائما يناقشون بشغله انه ليش تفرضون على المراه لازم تتحجب؟
اوكي ليش انتم ما تاكلون لحم الخنزير؟ ليش ما تشربون الكحول؟ ليش ما عندكم علاقه خلينا نقول خارج اطار الزواج؟ اوكي هنا يعتبروها شلون هاي اشياء رجعيه. فانت لازم تقعد وتشرح لهم وتتعلمهم اصول دينك. هم دائما يعني انا هواي يواجهوني بهذا الشيء بالشغل، يعني يمكن بالاسبوع مرتين ثلاثه وياي شلون الموظفين وغيرها يقعدون يسالوني، وهذا صراحه مرات شلون تنزعج من هذا الموضوع. فلذلك انت لازم دائما مثلا تحاورهم، راح نفتخر بهذا الشيء انه ما نشرب كحول، ما ناكل خنزير، والنساء تتحجب، وما عندنا خلينا نقول علاقات خارج اطار الزواج. احنا نفتخر بهذا الشيء، بس هم يعتبروه اثر شيء رجعي، يعني شيء متخلف، يعني هاي نظرتهم. اوكي فهم يحاول دائما ياخذوك لهذا الجانب لحتى يطعنون بالدين. فبعض الناس تعتبر هذا الشيء عنصري، واكو بعضهم يقول لا هذا مو عنصر، ونقاش يبقى نقاش. واكو نقطه اخرى، هواي الناس تاخذها من باب العنصريه، بس انا ما اخذها من باب العنصريه. الالمان حادين بطبعهم، ناس شلون جافين وحادين مو مثلنا. اوكي يمكن راح تستغربون من هاي المعلومه، مثلا من يشوفك تسوي خطا ما يجي خلينا نقول ينصحك بالحسنى او بشيء ينصحك بلطف، لا ينصحك وينهرك، يعني تحسه كانه ما يريد يكاونك. مثلا صارت وياي حادثه قبل فتره، طالع من الشغل انا ومصطفى صاحبي بالتسعه بالليل تقريبا، وصاعدين بالباص قاعدين اثنيناتنا شو اسمه بالاخير اخير الباص، وانا كنت نازع الكمامه لان ما حد اكو بالباص، هنا بالباصات لازم تلبس كمامه، فانا كنت شلون طالع من الشغل تعبان ونازعها. طبعا كل الباصات او القطارات هنا موجوده بها كاميرات مراقبه وموجوده عند السائق اللي قدام، فيشوف كل الاشخاص اللي موجودين داخل الباص. فوالله قاعدين لي ورا وانا نازع الكمامه، فكان يفتح السبيكر وصار يتكلم الشخص صاحب الجاكيت الحمراء، يقصدني اني يا اما تلبس الكمامه مالتك او راح انزلك بالمحطه القادمه. فشيء خلينا نقول يعني شلون غير محترم هذا الشيء، من تتكلم ويا شخص هذا الشيء انه راح انزلك بالمحطه القادمه وانت سائق باص، يعني انت موظف. بس من ترجع عليها هو ما تكلم هذا الشيء خلينا نقول بسبب عنصريه، انه هو عنده عنصريه وهذا الشيء، لا بس هو هذا طبعهم الالمان. اوكي يمكن لو احنا نقول له رجان البس الكمامه مالتك تنتهي، هم ما عندهم هذا الشيء، لا حادين من يشوفك تسوي خطأ. فبالنهايه العنصريه موجوده هنا للامانه، اكو نسبه عنصريه بس ما راح تشوفها بشكل كلش كبير. فتقريبا خلينا نقول من كل 20 واحد يجوز تطلع لك واحد عنصري و19 شخص هم طيبين او يعني محترمين، فانت ما تقدر تجيب هذا ولا الاشخاص النادرين اللي هو الواحد من العشرين وتاخذه مثال عام وتقول لا الشعب هناك كليتهم عنصريين وهذا الشيء. حتى اللي صار مثلا بمونديال قطر، ها معلومه مال كاس العالم، من طلع المنتخب الالماني وحط ايده هيك يعني شاع على تكميم الافواه بهاي الصوره بالمباراه الافتتاحيه، هواية من الالمان هنا للامانه من الشعب الالماني انتقد المنتخب مالهم. انا فتت يعني على الجروبات الالمانيه والتعليقات وهذا الشيء، وهواية انتقدوا المنتخب الالماني، قالوا لهم انتم مو من حقكم يعني تعترضون على هذا الشيء، انتم طالعين البلد مختلف، عندهم دين مختلف وثقافه مختلفه، فبالنهايه لازم تحترموهم، انت ما تروح تفرض عليهم انه لازم يرفعون اعلام المثليين وهذا الشيء. فهاي كانت خلي يقول نقطة إيجابية من الشعب الألماني، إنه ما رضى على المنتخب مالهم يتصرف بهذا الشكل. هذا كان الموضوع مال اليوم لهنا وينتهي الفيديو، بس قبل ما تطلعون من القناة اشتركوا بيها وبعدها سلام.